السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا كتير فكرة ان انت تكتب تكست فيحولهولك لصورة. دلوقتي بقى نشوف ان انا اكتب تكست فيحولهولي لفيديو بالشكل ده. هو بيحوله لصورة والصورة بيديها حركات بسيطة جدا فتحس ان في فيديو زي ما انت شايف. فهنجي هنا ونكتب البرومت بتاعنا واقول له جنريت ايمج، ممكن تقول له اوتو ستايل، ممكن تختار الحجم اللي انت عايزه. هو بيعمل صورة وبيبدأ يعمل عليها حركات بسيطة بحيث تحس ان في حركة، تحس ان هو اتحول لفيديو. هو كده عمل الصورة وبيحاول يعمل زوم عليها بحيث الفيديو يبقى شكله جميل. كده الصورة هبدأ اعمل عليها، احدد ايه الحاجات اللي انا عايز تعمل عليها مؤثرات بالشكل دوت. وتقدر تتحكم في حجم البروش او الفرشة. وبعد كده اقول له ميك فيديو، فيظهر عندنا الفيديو بالشكل دوت. الجزء اللي في النص انا ما عرفتش منه فهو ثابت صورة عادية، انما الجزء اللي هو يمين وشمال هو ده اللي بيحصل فيه حركة. نقدر نخش بقى نعمل فيديو جديد او نعمل ريميكس ذا فيديو. تقدر تغير لو انت عايز تغير حاجة تانية. ممكن تعمل ايديت عليه، شينج تو ذا دارك. اوكي، تقدر تعمل كاستمايز لللينس وللاكسبريشن. ممكن نضغط هنا يبدأ بقى هو يعدل في الفيديو تاني، فتظهر عندي صورة بالشكل ده.